سوق العنقار بقلب العاصمة نواكشوط يستقطب المزيد من الباعة المتجولين وسط الحملة المستمرة منذ فترة لإخلاء الأرصفة والشوارع منهم. ويقول الباعة في السوق إنهم يواجهون العديد من المشاكل ويأملون في الرئيس الموريتاني إيجاد حلول لها، خصوصا من مشكل الأمن الذي يرون عدم توفره في ساعات المساء، بالإضافة إلى مشكل ضيق المساحة المخصصة للبائع. ولين يعود المغرب هون يدخلوا هنا لقاه تفسخلوا دراته مباشرة، تنقبض منه يحكموا اللصوص يمشوا به يدقوه بالراس ويسيشه، هو قاعد عنه رئيس الفقراء يعطي عدلهم شي صالح ولا يا الله يعدلهم هذا، لا سيما هم اللي الاسعار ما تلاحظ حد قاعد يعيش قاع معيشه مواطنين يا الله يعيشوا عيشه صالح، لا يا الله يطهدوا احنا هم مطهدين في كل بلد، احنا هم مهمشين في العنقه ومهمشين في المبديات كاملين. ويستغرب الباعة ما يقولون إنه مشاركة آخرين من خارجهم بالسوق الذي أسس من أجلهم حسب رأيهم، مؤكدين أنهم يتعرضون للطرد من السوق من وقت لآخر بالتوازي مع تراجع رواج بضاعاتهم. 70% المستفاد منه هذه الناس اللي احنا قاعد حقيقة ما نعرفوه إلى الساحة ولا هي معانا في الميدان، هي اللي رأيناها هنا تيافه واحدين باطن المسؤولين رأيهم هون عندهم بلايص هون ولا مقعد الميدان. واما الصوت نحن صعيبه علينا حتى هو ما فات قبال عاد في ساكن قاع شبه اللي وين صاقع هو العنقار حاله ينصاع العنقار دارك ينصاع ما ساكن فيش ينصاع ما نعرف السبب، لا روايات عند البلديه والله عند الناس اللي يديروا عمليه البلديه والله عامل الصوت. وفيما يلتقط عاملون بالسوق واقعه يؤكد آخرون أنه خطوة إيجابية وبديل وفرته الدولة لهم يكف عنهم لفح الشمس وسطوة السلطات. العنقار زين طبعا به اللي شفر يقيم من الحرارة ويقيم من ياسر من المعاناة اللي يعانوا بها المواطنين في الشوارع طبعا زينة، يقال لازم يعودهم لجنة عود معنية بتنظيم العنقار وشنو عود منظم ما هو ليش بحد في ذاته. ويقول العاملون القادمون من التجوال في نواكشوط لبيع بعض الأغراض البسيطة إن السوق يشعرهم بالطمأنينة من عناصر الحرس المكلفين بإخلاء الشوارع منهم، حيث يضعون فيه بضاعتهم عند الحاجة ويعيدونها إلى الشارع كما تتراجع وتيرة حملات السلطات. هنا بهذا المكان استجارت أعداد من الباعة المتجولين الذين كانوا ينتشرون في شوارع نواكشوط، فهل كان وجودهم هنا استجارة من رمضاء المطاردة بنار الركود؟ تعددت الآراء واتحدت على ضرورة تحسين واقع هذا السوق. محمد أحمد الخوي، المرابطون، نواكشوط.